بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. نرحب بالإخوة الكرام في مستهل الدرس 14 من سلسلة دروس شرح المقدمة الجزرية، وكنا قد انتهينا من باب الإدغام، وهو قول الناظم وأولي مثل وجنس إن سكن والبيت الذي بعده. واليوم إن شاء الله نبدأ في باب الضاءات وما بعدها. قد يستغرب بعضنا إيراد ابن الجزري رحمه الله لهذا الباب في منظومته، فلماذا أورد ابن الجزري هذا الباب ضمن المنظومة؟ تعلمون أن بعض العصور وبعض المناطق وبعض الدول وبعض الشعوب وبعض الألسنة قد يكون فيها ميل من جهة معينة، وقد يكون عندها انحراف نطقي معين. وقد كان ابن الجزري رحمه الله حين كتب هذه المقدمة كان في بلاد الروم، فمن ضمن ما كان عندهم إطلاق التفخيمات القوية الغليظة، ولذلك قال قوله في اللي شرحناها المرة السابقة: وحاذرا تفخيم لفظ الألف، ووجهناه بأنه قصد المبالغة في تفخيمها كما يفعله الأعاجم. ومن بين الأشياء التي قد توجد عند بعض الشعوب وتوجد في بعض الألسن الاختلاف في الضاد والظاء والخلط بينهما، فلذلك أورد هذا الباب، ربما لأن هذا كان فاشيا في زمانه. ولو نظرت الآن تجد بعض الشعوب هذا موجود في لسانها، كالجزيرة جل الجزيرة العربية تجد فيها خلطا بين الضاد والظاء، وكذلك هذا موجود أيضا في العراق وربما في الشام، ما أدري هل في خلط في هذا في بعض المناطق، قد يكون في جنوب الشام. وسمعت كان لي زملاء من المغرب العربي يخلطون الضاد بالظاء كثيرا، بينما بعض الدول أو بعض الشعوب أو بعض اللهجات قد لا يختلط عليها هذا الأمر. وربما يستغرب البعض من إيراد ابن الجزري لهذا، و التوسع فيه ليس فقط أنه نبه على أن تميز الظاء من الضاد، وإنما أورد مادة الظاء في القرآن كلها، فربما كان هذا اللحن فاشيا، ويبدو أنه كان فاشيا، لأن ابن كثير المفسر عماد الدين أبي الفداء ابن كثير رحمه الله قال: والصحيح من أقوال أهل العلم، هذا في بداية تفسيره رحمه الله، أنه يغتفر التحرير بين الضاد والظاء لمن لا يستطيع. معنى ذلك أن هذا كان أمرا مستحكما جدا في بلاد الشام وفي هذه المناطق، فلذلك لا يستغرب إيراد ابن الجزري لهذا الباب ضمن مقدمته، رغم أن هي مقدمة في مسائل مهمات في التجويد وليس كل تفاصيل التجويد. هذه من جهة، من وجهة أخرى أن ابن الجزري لم يكن أول من نبه على ذلك، بل سبقه كثير من المصنفين، فقد نبه على ذلك السعيدي وهو من أول من ألف في التجويد، ومكي بن أبي طالب والداني وغيرهم
نبهوا على وجوب العناية بالضاد وعدم خلطها بالظاء، وفحوى عبارتهم رحمهم الله أنه ينبغي تخليص النطق بالضاد لئلا تشتبه بالظاء، وعبارة مكي قريبة من هذا المعنى، قال: ولولا اختلاف المخرجين، يعني اختلاف مخرجي الضاد والايه والظاء، ولولا اختلاف المخرجين والاستطالة في الضاد لكانت عين الظاء. وقد تمسك بعض الظائيين الجدد بهذه المقولة وأوردوا شبها بأن مكي بن أبي طالب يقول إن الضاد والظاء متفقتان في السمع، هذا لم يقله، لأنه هو قال ولولا الاستعلاء والإطباق في الصاد لكانت عين السين. معنى ذلك، هل معنى ذلك إن احنا نقرأ إن السين والصاد تقرأان بشكل واحد؟ وقال لولا كذا في الحروف المتشابهة هذه كثيرا جدا، يعني من باب التنبيه على أن تحرص على الصفات المميزة التي لو لم تأتي بها لانتقل الحرف إلى صوت آخر، أو لانتقل الصوت إلى صوت آخر. فطبعا فيها كلام طويل، وهناك من يعني يراها شبيهة بالظاء، وهناك من يعني انتصر لكونها لا تشبه الضاد والظاء، وهذا هو المفهوم بل والمنطوق أيضا من لفظ ابن الجزري، قال: والضاد باستطالة ومخرج ميز من الظاء وكلها تجي ميز من الظاء. فإذا الضاد تختلف عن الظاء من جهتين، من جهة المخرج ومن جهة الايه الصفة، صفة الاستطالة، وبقية الصفات بينهما واحدة، بقية صفات الضاد والظاء واحدة، إلا ما ذكره بعضهم وهو غير معتبر أن الضاد متفشية والظاء ليس فيها هذه الصفة، لكن المعتمد أن التفشي للشين فقط كما قررنا سابقا. إذن الكلام على الضاد يعني الخلط بينها وبين الظاء قديم، تقدم ابن الجزري، علماء كثيرون نبهوا على ذلك وأوضحوا الفرق بينهما وحذروا من الخلط بينهما، ولذلك ينبغي على القارئ أن يحذر من الخلط بينهما. فلو قلت مثلا ولا الضالين، هذه من مادة ماذا؟ مادة الضلال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه من مادة إيش؟ الضلال. أما لو قلت ولا الضالين، هذه تصير من مادة إيش؟ ظل، مكث وبقي ولزم المكان. وقس على ذلك أمثلة كثيرة. فلو قال مثلا فقد ضل سواء السبيل، ولو قرأها شبيهة بالضاء أو ضاء تصير ماذا؟ فقد ضل سواء السبيل. وقس على ذلك أمثلة كثيرة. ونبه ابن الجزري في ختام الكلام على الضاد والضاء على بعض هذه الأمور. إذن فالسبب في ذكر ابن الجزري لهذه الأبيات أنه كان يحصل فيها خلط في زمانه عند بعض الناس، ونبه كذلك عليها السخاوي رحمه الله، وذكرنا أبياته في عند الكلام على الضاد: الضاد عال مستطيل مطبق رخو يكل لديه كل لسان، حاشا لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني. وذكر بعض الخلط الذي يحصل في هذا الحرف، ولسنا بصدد يعني الكلام على هذا. ومن أحسن المصنفات التي ألفت
في التفريق بين الضاد والظاء والرد على من يقولون إن الضاد هي عين الظاء أو تشبهها جدا في السمع، رسالة لصاحب التحقيق على هذه المقدمة الجزرية للدكتور أشرف محمد طلعت حفظه الله، تسمى إعلام السادة النجباء بأنه لا تشابه بين الضاد والظاء. يقصد يعني لا تشابه اللي هو يعني يختلط ان تصير هي الضاد هي الضاء وغيره. بالنسبة للضاد معروفة، وهم يميزون بين الطاء والضاء بقولهم المعجمة أو يقولون المشالة، الضاء المشالة اللي لها الايه الألف العصا هذه، أين اللي يقولوا عليها العصا يقولون الضاء المشالة تمييزا لها من الضاد، وأما بالنسبة للمعجمة فتمييزا لها من الايه من الطاء، يعني إذا قيل المعجمة حتى تميز من الايه الطاء، والمشالة تمييزا لها من الضاد إن لها عصا. الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله في هذه الأبيات ليس جمع كل ما وردت فيه ضاء في القرآن الكريم، ولو فعل لطال ذلك جدا، وإنما هو ذكر المادة التي جاءت منها الضاءات في القرآن الكريم. وقد سبقه الداني رحمه الله في نظم أربعة أبيات في جمع مادة الضاء في القرآن الكريم، وله كتاب الضاءات في القرآن الكريم، يعني هذا غير المنظومة حصر فيها الكلمات التي فيها الضاء. فقد تكون الكلمة التي جاءت في النظم وردت مرة واحدة فخلاص، إذن الكلمة هذه هي الكلمة وهي المادة، وقد تكون الكلمة وردت عشرات المرات بألفاظ مختلفة، فهو يورد الأصل، يعني مثلا في الضعن ظل تدخل فيها ظل وتدخل فيها ظلال، ها تدخل فيها ظلل ونحوها، يعني المادة الظل مادة الإيش الظل. مثلا الضعن لم تأتي في القرآن إلا مرة واحدة، هي مش كلمة الضعن بنفسها، لكن يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، فهذه هي المادة وهي نفسها الكلمة الوحيدة التي جاءت في القرآن. فهو لا يورد كل الكلمات، ها، وإنما يورد المادة، قد تكون المادة هي كلمة واحدة، وقد تكون عشرات بل بعضها يتعدى المئة، كعظم مثلا اللي جاء من العظمة، فتأتي مثلا عظيم وتأتي منها ما يمشي على هذه المادة. سنستعرضها سريعا لأنه يعني أغلب الحاضرين الحمد لله لا أظن أن عندهم خلطا في هذا الباب، ولذلك إذا كانت الحاجة لا تدعو إليه فنسرع فيه بعض الشيء. قال والضاد باستطالة ومخرج، أي أن الضاد مستطيلة والضاء غير مستطيلة. ومخرج احنا عرفنا مخرج الضاد من حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس اليمنى أو اليسرى، والضاء من طرف اللسان مع طرف الايه الثنايا العليا، مع طرف الثنايا العليا. إذن المخرجان مختلفان، وهناك تشابه في الصفات، لكن الضاد تتميز بالاستطالة التي ليست في الضاء. قال وكلها تجي، كل المادة التي من الضاء. لماذا أورد الضاء وترك الضاد؟ يعني ليش أورد مادة الضاءات، ليش ما أورد مادة الضادات؟ ها، لأن الضاد أكثر، الضاد في اللغة العربية أكثر من الضاء، استعمل أكثر، فلذلك هو دائما يورد الإيه الأقل. حتى لما مثلا حروف الهمس مثلا قال مهموسها فحثه شخص سكت، لأن الحروف القليلة هي حروف الهمس والباقي اللي غير الهمس، فدائما يأتي بالإيه بالأقل حتى يسهل حفظه. قال وكلها، أي هذه المادة مادة الضاءات تأتي في الكلمات الآتية أو في المواد الآتية. الضعن هي قوله تعالى يوم ضعنكم،
خد بالك احنا يعني هنستعرضها سريعا فانتبهوا معي. ظل، سنذكر يعني بعض الإحصائيات التي ذكروها أخذناها من الشيخ غانم الحمد، وهو نقلها عن أحد الباحثين في ورود المادة، تكرار المادة في القرآن، وهذه ما تلزم لكن لو واحد عرفها شيء جيد. يعني الظل قال وردت 33 مرة، وأول مواضعها قوله تعالى وظللنا عليهم عليكم الغمام، تدخل فيها ظلال وتدخل فيها ظلل ونحوها. في الظعن ظل الظهر، الظهر جاءت في القرآن بنفس كلمة الظهر ولا الظهيرة؟ الظهيرة طبعا، ويجيبها على اللي يتأتى معه في النظم، الذي يتأتى معه في النظم. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وفي قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تظهرون. طبعا الحاجة اللي فيها كلمة كلمتين نذكرها، لكن اللي فيها عشرينات وثلاثينات وفوق الاثنين يعني ما نحتاج إلى ذكرها. نعم، تمسون حين تصبحون، ولا الحمد في السماوات في الأرض عشية وحين تظهرون، وحين تظهرون التي بعدها. طيب بعد ذلك عظم، وهي مادة العظمة، وهي مادة العظمة، يقصد بها مادة العظمة غير العظم، العظم جاي لسه بعد شوي. العظم الذي هو من الايه العظمة، وأول مواضعها قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال إن هذه المادة تكررت في القرآن 113 مرة. طيب الحفظ قال ورد 44 مرة، وأوله قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب حد يذكر موضع آخر؟ 44 كثير، يعني معنى ذلك أنها كثيرة. الله خير حفظا أو حافظا، واجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، ونحو ذلك الذي فيه مادة الحفظ. أيقظ جاءت مرة واحدة ولكن ليس بهذه الصياغة، وتحسبهم أيقاظا، وتحسبهم أيقاظا. أيقظ وأنظر، أنظر اللي هي لا، أنظر غير النظر، وجميع النظر لسه جاية. أنظر من الإنظار الإمهال، من الإنظار الذي هو الإمهال، ولا هم ينظرون أو من المنظرين ونحوها. ووردت هذه 22 مرة. عظم ومادة العظام، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وردت 15 مرة. ظهر، وراء ظهورهم مثلا، واجبت اللي هي حرمنا عليها إلا ما حمل الظهر، ما ونحوها، ونحوها سواء مفردة أو مثنى أو مجموعة. اللفظ، اللفظ أين وردت؟ ها؟ ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول. نعم، 15 مرة. اللفظ مرة واحدة في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن الآن احنا انتهينا في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ أنظر عظم ظهر اللفظ بعدها ظاهر لظى شواظ كظم ظلمة. نأخذ شطرة شطرة. ظاهر قد تشترك في المادة مع السابق اللي هي إيش؟ الظهر، وتدخل في مادتين أخرين اللي هو بمعنى الغلبة والانتصار، تظاهرون عليهم مثلا أو الإعانة، وتدخل بمعنى الحلف اللي هو الظهار، تظاهرون على مثلا اللائي تظاهرون، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون، فيها طبعا قراءات. وتدخل فيها أيضا الظاهر الذي هو ضد الباطن، ها؟ تدخل فيها الظاهر
الذي هو ضد الباطن، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى. وطبعا اللي قلنا بمعنى المناصرة والمساعدة ظاهروهم مثلا من أهل الكتاب، أو ظاهرين يعني منتصرين غالبين ونحو ذلك. لظى وردت كم مرة؟ كلا إنها لظى ونارا تلظى، وردت مرتين. شواظ وردت مرة واحدة، أرسل عليكما شواظ من نار. ظاهر وردت كم مرة شيخ؟ 59. طيب كظم وردت 6 مرات، ومنها مادة كظم اللي هي والكاظمين الغيظ ونحوها. ظلم من ظلم نفسه، والظالمين والظلم ونحوها، مادة الظلم يعني، هذه وردت 282 مرة. أول مواضعها في قصة آدم فتكون من الظالمين. إذن ظاهر لظى شواظ كظم ظلم أغلظ ظلام ظفر انتظر ظما. أغلظ التي تأتي منها مادة غلي، أغلظ عليهم، ومادة غليظ ونحوها في وردت 13 مرة. ظلام اللي هو عكس النور، مفردا ومجموعا، وورد أول مواضعها في قوله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ظفر كم مرة إيش؟ ظلمات 26. ظفر وردت في قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وهي تضم وتسكن لغة، تضم وتسكن في اللغة، تضم وتسكن. فهو هنا اختار التسكين لماذا؟ لإقامة الوزن، لإقامة الوزن. وردت مرة واحدة، انتظر منها انتظروا ومنتظرون ونحوها، وردت 14 مرة. ظما اللي هي تخفيف لكلمة إيش؟ ظما. أين وردت؟ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب. قالوا وردت 3 مرات، وردت 3 مرات. أظفر وردت مرة واحدة، من بعد أن أظفركم عليهم. أظفر يعني جعله ينتصر، أظفركم عليهم، نصركم عليهم، وليست لا علاقة بمادة الايه الظفر، وليس لا علاقة بمادة الايه الظفر، أقصد يعني في معناها القريب، ليس لا علاقة بمعنى الظفر، وإن كان الظفر قد يساعد في الانتصار برضو. أظفر ظنا اللي هي مادة الظن كلها، يظنون وتظنون وظن. طيب أول مواضعها الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم في أول قصة بني إسرائيل. وعظ يظنون 66 مرة. وعظ هي من العظة
والموعظة، ونبه إلى أنها ليست من العظة. نعم، عظ من الوعظ يعني وعظه، وتأتي منها مادة الوعظ، مادة الوعظ كلها، وموعظة للمتقين ونحو ذلك. سواء علينا مثلا أوعظت أم تكن لم تكن من الواعظين. وخشي أن تختلط، وخشي الناظم أن تختلط بمادة عظة. قال إيش؟ أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عظيم، يعني ميزها من قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني افترقوا فيه فرقا، افترقوا فيه. فقال هذه ليست من تلك، وإنما هي التي فيها معنى الموعظة، أو عظت الواعظين، يعظكم موعظة ونحو ذلك. عظ 25 مرة. ظل النحل زخرف سوى. هو طبعا ما أدري سبب حفوته بظل، أطال فيها، يعني ذكر المادة وذكر المواضع التسعة. ظل طبعا معروف، ظل بمعنى بقي على حال معين. ظل النحل زخرف سوى. لماذا قال النحل زخرف سوى؟ لأن موضعيها متشابهان في في السياق، وهي قوله تعالى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لذلك قال سوى، لأن السياق الذي وردت فيهما اللفظة واحد. وذكر بعض الألفاظ التي بمعنى ظل وقريبة منها، وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعراء نظلوا يظللنا. هي المواضع ظل كم؟ تسعة. ذكر في الأول النحل والزخرف اثنين، ثم قال وظلت، وهي قوله تعالى ظلت عليه عاكفا، فظلتم تفكهون، ظلوا لظلوا من بعده، لظلوا من بعده يكفرون، لظلوا من بعده يكفرون، ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت أعناقهم، لا خاضعين، كالحجر ظلت شعراء نظلوا. ظلت في الحجر أين هي؟ اللي هي إيش؟ أيوة، فظلوا فيه يعرجون. نعم، إن قلنا إيش يكفرون؟ طيب، نعم، كالحجر ظلت أعناقهم، وظلت التي في الحجر أين هي؟ طيب، كالحجر ظلت شعراء معروفة، ظلت أعناقهم لها خاضعين، شعراء نظلوا أين؟ نظل لها فنظل لها عاكفين. طيب نراجعه، يظللن محظورا، يظللن، هذه آخر المواضع في سورة الشورى، فيظللن رواكد على ظهره. ثم ذكر بعد ذلك خرج من مادة ظل محظورا، وما كان عطاء ربك
محظورة، وهذا ورد مرة واحدة في سورة الإسراء، يظلل محظورا مع المحتضر، وهذا أيضا ورد مرة واحدة في سورة القمر كهشيم المحتضر، وكنت فظا، وهذا أيضا ورد بهذا اللفظ مرة واحدة، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وجميع النظر، وجميع النظر، طبعا هو يقول النظر وليس النظر، النظر. وخشي يعني أن تلتبس عند البعض، وخشي أن تلتبس هذه اللفظة عند البعض. قال إلا بويل هل، إلا بويل هل، وأولى ناظرة. إلا بويل، أي ويل؟ ويل للمطففين، وهي قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة، فهذه لئلا تلتبس بنظرة، هذه واحدة، هذه بالضاد يعني. هل، هل أتى على الإنسان اللي هي إيش؟ ولقاهم نظرة وسرورا، ولقاهم نظرة بالضاد أيضا. إلا بويل هل وأولى ناظرة، في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة. فهذه المواضع الثلاث وذكرها لخشية أن تلتبس بالنظر، بمادة النظر. النظر وردت 86 مرة، وهذه المواضع الثلاث التي ذكرناها ليست منها، وإنما هذه من النظرة، من الرونق والبهاء والجمال. ومن مادة النظر انظر وانظروا ونحوها. إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة. الغيظ اللي هو الغيظ، مادة الغيظ، كما في قوله تعالى قل موتوا بغيظكم. قال مادة الغيظ كلها، إلا حذر من موضعي الرعد وهود. موضع الرعد ما هو؟ وغيض الماء، وغيض الماء، خشية أن تلتبس عند المستمع أو عند القارئ أنها جهود. نعم، موضع الهو، موضع الرعد، موضع هود وغيض الماء. أما موضع الرعد فهو قوله تعالى وما تغيض الأرحام، وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال والغيظ للرعد وهود قاصرة، يعني إيش قاصرة؟ يعني اللي بدون ألف، ضاد يعني، أو أن أو أنه قصد أنها مقصورة على هذين الموضعين اللذين يشتبهان بالغيظ، اللذين يشتبهان بالإيه؟ بالغيظ. وإنما هذه من الغيظ، غيظ، غيظ الماء يعني نقص وانحسر كثيرا. قال والحظ، نعم والله هذه غير مسجلة عندي مادة الغيظ كم مرة. والحظ للحظ على الطعام، يبدو أن اللي جاي هذا ما هو مسجل عدده. والغيظ والحظ للحظ على الطعام. قال والحظ من النصيب، الحظ بمعنى النصيب والقسم الذي قسم للإنسان. والحظ يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، أو في قوله تعالى إنه لذو حظ عظيم، يعني رزق واسع. قال خشي أن يلتبس هذا الموضع بالحظ اللي هو بالضاد،
قال والحظ للحظ على الطعام، الحظ اللي هو بمعنى النصيب والرزق، وليس المقصود به الحظ على الطعام، وهو في قوله تعالى ها ولا يحضون أو ولا تحاضون على طعام المسكين أو ولا يحض ونحوها. قال والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي، وفي ظنين الخلاف سامي. كلمة ظنين وما هو على الغيب بظنين رسمت في جميع المصاحف العثمانية بالضاد، رسمت بالضاد. يقول قائل كيف وقد قرأها المشار إليهم بحق رواته بالضاء، يعني أبو عمرو البصري وقرأها ابن كثير وقرأها الكسائي بالضاء بظنين. طبعا ظنين بمعنى بخيل، ظنين يظن بشيء يعني يبخل به، يعني ما هو على الغيب بظنين يعني ليس بخيلا بالوحي ولا يكتم شيئا منه عليه الصلاة والسلام. أما قراءة وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم، ليس بمتهم على الوحي بل هو مؤتمن عليه وهو أمين قبل رسالته وبالأحرى بعد رسالته عليه الصلاة والسلام، لكنها كتبت في المصاحف العثمانية كافة بالإيه؟ بالضاد. قالوا إن هذا أولا من الخلاف المغتفر، وثانيا أنها جاءت في بعض مصاحف الصحابة كمصحف ابن مسعود جاءت بالإيه؟ بالضاء، جاءت بالضاء. وأحد طلاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون وما هو على الغيب بظنين ونحن نقرأها بظنين أي ليس بمتهم، فهذا مما نعضد هذه القراءة، وهي القراءة على أي حال متواترة، لكن الكلام الآن على الرسم، الكلام على الرسم. فهي قد رسمت في المصاحف بالضاد وقرأت بالضاد والضاء. ليس كل المصاحف التي أمر بها عثمان رضي الله عنه قد جمعت، طبعا معروف أنه قد أن عبد الله بن مسعود تمسك فترة طويلة بمصحفه، وحتى لو حرقت فقد رآها كتبها ابن مسعود ورآها طلابه، يعني حتى لو أنها حرقت فقد نقل طلاب عبد الله بن مسعود أنها مكتوبة في أنا هو مذكور الذي نقلها عن ابن مسعود أحد طلاب ابن مسعود رضي الله عنه، لكن ما أذكر اسمه الآن، أنه قال يعني هي مكتوبة في مصحفنا بالإيه بالضاء. أيوة هي موجودة في مصحف الأمصار الدين حالها المصحف مصحف البصر راح للبصر. لا هي في المصاحف العثمانية بالضاد، ليس قد يكون فيها يعني خلاف، بس أنا ما أذكر فيها خلافا لعلنا نرجع إليه، لكن أنا لن أذكره. بالنسبة للمصاحف العثمانية اللي كتبها عثمان رضي الله عنه ليس فيها خلاف في رسمها بالضاد، لكن هذا يقولون أنه من الرسم المغتفر كما في قراءة أبي عمرو البصري فأصدق وأكون من الصالحين، قالوا أن هذا من الأشياء المغتفرة في الرسم ما دام أن الرواية صحت بها وتواترت وتلقتها الأمة بالقبول. لكن هذا طبعا مبحث مستقل، يعني من أراد أن يرجع إلى كتب الرسم لعله يجد فيها ضالته. الشاهد أن الخلاف في ظنين كما قال سامي يعني مشهور ومعروف أنه قد وقع في هذه اللفظة خلاف في قراءتها. ثم قال
وإن تلاقي البيان لازم. طب نبه هنا على ظنين، لماذا؟ لأن الألفاظ السابقة كلها لم يحصل فيها خلاف، يعني اللي نبه أنها رسمت بالضاء كلها رسمت بالضاء وقرأت بالضاء، بعضها احترز من أن تختلط عند بعض القراء بالضاد والضاء فنبه، مثلا كما قال والحظ للحظ على الطعام، وكما قال مثلا وجميع النظر إلا بويل، وهكذا. لكن في ظنين وقع فيها خلاف في القراءة بين القراء في قراءتها بالضاد وبالضاء. لكن هناك تنبيه أيضا إلى أن العمدة في قبول القراءات وردها، طبعا هم قالوا ثلاثة شروط لقبول القراءة المتواترة، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. فموافقة وجه من وجوه العربية وموافقة أحد المصاحف ولو احتمالا، يعني مثلا مالك وملك، مالك تحت يعني توافق المصحف، ها احتمالا ولا تقديرا؟ مالك توافق المصحف تقديرا، لأن هي مكتوبة ميم لام كاف، ما عليك من الألفات الصغيرة، هذه ليست من الرسم وإنما هي من الضبط، هذا من ضبط المصاحف وليس من رسمها. فمالك مالك بدون الألف توافق المصاحف تحقيقا، أما مالك توافقها إيش؟ تقديرا أو احتمالا. وصح إسنادا اللي هو يعني جل الأصوليين والفقهاء وأصحاب المذاهب على أنه التواتر ولا يكفي في صحة السند، وهذا الركن الأعظم في قبول القراءة، هذا الركن الأعظم في قبول القراءة، والباقي هذا يعني مجرد يعني تكميل، مجرد تكميل. قال وإن تلاقي البيان لازم، إن تلاقت الضاد مع الضاء البيان لازم، لابد أن تميز لفظيهما. أنقض ظهرك، تبين الضاد من الضاء، لا تقول أنقض ظهرك، أنقض ظهرك، أنقض ظهرك. وهذا قلت عند بعض الناس ما في أي إشكال، لكن في بعض البلاد كما تشاهدون في بعض البلاد يحصل في خلط بين الضاد وإيه الضاء، فقد ينطقونها بنطق واحد. أنقض ظهرك، يعض الظالم، يعض هذه بالضاد والظالم بالضاء. ثم نبه إلى أشياء أخرى تنتبه ألا تلتبس في قراءتك أيضا، بعضها للضاد وبعضها لغير الضاد. قال والضر، نبه إلى عدم خلط الضاد بالإيه؟ بالطاء، لأن إذا يعني قربتها يعني انحرف مخرجها ربما تبادر اللسان إلى إدغامها، إلى إدغامها، كمن ينطق الضاد من طرف اللسان، البعض ينطقها من طرف اللسان ويستعلي اللسان يصير زي الدال المفخمة، فهذا إذا جاء يفرقهم من بعض يتبادر اللسان إلى الإدغام، لأن الضاد والطاء والدال تخرجان من مخرج واحد، لكن لو نطقها ضادا فصيحة من مخرجها الذي هو من حافة اللسان تميزت بشكل كبير عن الايه الطاء. والضر، والضر بلا سكت وبلا إدغام، والضر فمن اضطر، مع وعظت، هذه ليست تبع الايه الضاء، وعظت سواء علينا او عظت، مع أفضتم، انتبه أن تميز الضاد من التاء، تقول أفضتم، واحرص على ألا تفخم التاء أيضا، تقول أفضتم، أفضتم تم، وأحرص ألا تدغمهما، تقول أفضتم، لا جبت ضاد ولا تاء، يعني هذا كله من الخطأ. فقال البيان لازم في هذه الايه، في مثل هذه الكلمات، في مثل وليس في هذه الايه والكلمات. والضر مع وعظت مع أفضتم
ونبه أيضا قال وصفها جباههم عليهم، وصف الها من كلمة جباههم، وهذا ينبه ليس على كلمة جباههم وإنما مثلا كل مثلين متحركين، انتبه ألا يتبادر اللسان إلى أن تخرجهم شيء واحد مشدد، جباههم يعني في اللهجة العامية تأتي زي كده ها، لكن جباههم تبين الهاء من الهاء، وهذه وردت في بعض القراءات الشاذة إدغام مثل هذه الألفاظ، لكن هذه لا يقرأ بها من القراءات المتواترة. عليهم أي أن تبين وتخلص لفظ الهاء في هذه الكلمة أيضا، لأن كما عرفنا أن الهاء حرف خفي، وإذا سبق بياء وهو حرف خفي أيضا فربما لا يظهر، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.